أجمل التحيات لكل المشاهدين اللي انضموا لمتابعة حلقتنا من برنامج قضايا قانونية. مشاهدين الأعزاء، كنا قد تطرقنا في الحلقة الماضية عن عقد البيع. في هذه الحلقة سنتطرق إلى فسخ عقد البيع. ما هي شروط فسخ عقد البيع وأيضا ما هي أنواعه، إضافة إلى ما ينتج عن فسخ هذا العقد من مشاكل، وأيضا ما هو التعويض المترتب على فسخ عقد البيع. بسرني رحب معي بالاستوديو بالأستاذ المحامي جمال عثمان. يسعد أوقاتك أستاذ جمال، أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا. بداية أستاذ جمال، يعني مثل ما ذكرت بالمقدمة، يعني كنا بالحلقة الماضية تحدثنا عن عقد البيع، وأيضا يعني لأهمية موضوع فسخ عقد البيع خصصنا هذه الحلقة. ما هو فسخ عقد البيع أستاذ جمال؟ بداية الرحمة والخلود لشهداء الجيش العربي السوري، أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، وتحية إجلال وإكبار إلى سواعد الجيش العربي السوري لما يسطرونه من أبطال وبطولات في الدفاع عن الأرض المقدسة، ليبقى تبقى سوريا مرفوعة الرأس عزيزة شامخة. فسخ عقد البيع هو الجزاء التي يرتبه المشرع على إخلال أحد الأطراف بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد. هناك التزامات، أي عقد الملزم للجانبين في التزامات للطرفين، فإخلال أحد الطرفين بالتزاماته في هذا العقد يؤدي إلى طلب الطرف الذي لم يخل بالعقد إلى طلب فسخ العقد بصورة إما قانونية أو باتفاق بين الطرفين. إذن يعني من خلال كلامك اللي تحدثت فيه، إذن هناك شروط، يعني سيكون هناك شروط لفسخ العقد طبعاً. ما هي هذه الشروط؟ أولا، نصت المادة 159 من القانون المدني أنه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء والالتزامات بالالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإنذار إلا إذا اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منه. خلينا نبسط يعني نفهم المشاهدين. نص المادة طبعا أنه يجوز من شروط الاتفاق أولا أن يكون في هناك في عقد ملزم للجانبين. أي فسخ يجب أن يكون للعقد في تبادل، مثل ما حكينا تبادل للطرفين. ثانيا، أن يكون قد أحد الطرفين قد أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد. الشرط الثالث، أن يكون الطرف الآخر غير مخل أو قام بتنفيذ كافة التزاماته المترتبة عليه. الذي يطلب الفسخ يجب أن يكون هو ملتزم بالالتزامات وقد أداها، الالتزامات اللي ناشئة عن هذا العقد قد قام بأدائها. شو هي الالتزامات اللي فينا؟ التزامات البائع وفي التزامات المشتري. طيب ما هي الالتزامات يعني على البائع، وما هي أيضا الالتزامات للمشتري؟ التزامات البائع أن يقوم بتسليم المبيع مبدئيا، أو أن يسجل هذا المبيع في السجل العقاري بما يسمى نحن عندنا شائع الطابو، ويقوم بتسليمه العقار خاليا من الشواغل والشاغلين. التزامات المشتري هو دفع الثمن. فأي تأخير بدفع الثمن أو أي إخلال بهذه الشروط يؤدي إلى إما فسخ العقد عن طريق المحاكم أو فسخه بطريقة اتفاق الطرفين. طبعا أنواع الفسخ هي أنه يكون اتفاق الطرفين أو أنه هي رح أسألك أستاذ يعني عن أنواع الفسخ، يعني أيضا يعني لفسخ عقد البيع بالتأكيد له أنواع. ما هي الفسخ باتفاق الطرفين؟ هي واحد، والفسخ بطريق القضاء او بحكم القانون التالي. طب كيف بيكون بين يعني بين الطرفين، كيف بيتم يعني يتم بين الطرفين بفسخ عقد البيع؟ بيكون نص بموجب بعقد البيع، نص هناك نص او ماده بالعقد انه يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حال عدم قيام احد الطرفين بالالتزام بتنفيذ التزاماته. فبهالحاله هي لنفترض ان المشتري التزم بدفع اقساط شهريه او اقساط معينه لدفع الثمن، وتخلف عن تسديد هذه الاقساط او تسديد الثمن كله او جزء منه، وبعد الانذار وتوجيه الطلب اليه لدفع ما يترتب بذمته بقي متخلفا عن ذلك، مما يستدعي البائع الى طلب فسخ هذا العقد
وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد. نعم. وبالمقابل نفس الحالة إذا كان البائع الملتزم بتسليم المبيع أو تسجيل هذا المبيع في السجل العقاري وقام المشتري بدفع كامل الثمن إلى البائع وقام بتنفيذ كافة التزاماته المترتبة عليه في هذا العقد لكن البائع رفض تسليم المبيع أو تسجيله لدى السجل العقاري يكون المشتري أمام حالتين إما أن يطالب بتنفيذ هذا العقد وإجبار البائع على تنفيذ هذا العقد وتسجيله وتسليمه إليه أو من حقه طلب فسخ هذا العقد وإعادة وإجبار البائع على إعادة الثمن المدفوع مسبقا وإعادة الحال إلى ما كانت. طيب هون وبلكي تخلف البائع يعني بعد ما اشترى يعني بعد يعني هذا المشتري بعد ما دفع كل مستحقاته لهذا العقد وهذاك ما رضي إنه يعني ما رضي إنه ينزل ويتنازل له عن هذا المبيع عن المبيع. طيب يعني هون يعني ما راح يرجع للمحكمة طبعا هلا مثل ما حكينا اما يكون احيانا بيكون اللي في العقد او فسخ الاتفاقي فبيكون بين الطرفين موجود اتفاقي فسخ اتفاقي منصوص عليه بنص العقد نعم. انه يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعزاء هون بدنا نعتبر انه هذا يعني خلينا نقول انه هون ما يعني ما متنفذ هذا الموضوع يعني مو نازل عندهم من ضمن الشروط ممكن ما يكونوا مثلا عليه في هذه الحالة التوجه إلى القضاء وطلب يعني حسب ما يكون مصلحة المشتري إما بتثبيت هذا العقد وإجبار البائع على تنفيذ هذا العقد وتسليمه إياه خاليا من الشواغل والشاغلين أو يطالب بفسخ هذا العقد وإعادة الثمن المدفوع إلى البائع إلزامه بإعادة الثمن إلى المشتري وإضافة لذلك ويطلب فينا بإمكانه يمكن يطلب التعويض المناسب عن هذه الفترة نعم بس أستاذ جمال رح نوه على رقم التليفون للإخوة المشاهدين اللي عم بيتابعونا واللي بيحبوا طبعا يشاركونا بالحلقة ويستفسروا عن أي سؤال بخصوص موضوعنا لليوم فسخ عقد البيع 429-200 إذن طيب أستاذ في المادة 159 على ماذا تنص هذه المادة؟ المادة 159 نصت على أنه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد نعم طبعا هذا الاتفاق لا يعفي مثل ما حكينا عن الإنذار يعني الاتفاق بيكون بنص عليه العقد نص الطرفان على أنه يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حال عدم التزام أي طرف من الأطراف بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد وفي حال نص العقد على هذا على هالعبارة هي ونص أنه على الاتفاق الفسخ الاتفاقي يكون من حق إذا لجأ للقضاء أي الطرفين لا يكون هناك سلطة تقديرية للقاضي ويجب أن يحكم بفسخ العقد بشكل إلزامي طيب أستاذ جمال يعني هون يعني ألا يستطيع حقيقة البائع أن يشترط مقدما على المشتري استبعاد اللجوء إلى القضاء؟ في يشترط عليه هذا الموضوع؟ هلا هن بيشترطوا على بعضهم نعم. بدون حكم قضائي نعم. يعني طبعا هذا بالرضا هلا انا بائع وانت مشتري في حال ممكن احنا نتفق على فسخ هذا العقد بشكل رضائي دون اللجوء الى المحاكم يعني انت بتعيدي لي الثمن نعم وانا بسلم العقار او انه انا اذا كنت بستلم للعقار او انه ماني مستلمه فبيرجع العقد بيكتبوا عقد فسخ هذا العقد عقد البيع وتعاد الحال الى ما كانت عليه قبل انشاء هذا العقد هذا يسمى الفسخ الاتفاقي ما بين الطرفين نعم طب اذا كانوا حاطينه هن لهذا الشرط والمشتري او البائع يعني خلينا نقول المشتري او البائع واحد منهم ما التزم يعني هداك دفع هذا العقار بالكامل وهداك ما نزل تنازل له عنه وهن حاطين حقيقه ان يعني هن حاطين يعني ضمن الشروط انه يعني استبعاد القضاء طيب بهي الحاله إذا أحد الطرفين يعني ما التزم بهذا الشرط طيب هون ما بيقدر يلجأ للقضاء طبعا يعني حتى لو كانوا حاطين هذا الشرط لو حط هذا الشرط نعم. طبعا من اللجوء إلى القضاء يستطيع اللجوء إلى القضاء لكن وجود هذا الشرط يريح القضاء أو يعطي للقضاء أو أنت فينك تستخدم نعم. قضاء السلطة التقديرية في عدم فسخ العقد أو عدم فسخ العقد أو إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه
نعم. يعني في هالحالة هي أنا بطلب الفسخ، أحد الطرفين بيطلب الفسخ، فالمحكمة ملزمة بفسخ العقد دون إعطاء أي من الطرفين مهلة لتنفيذ التزاماته. نعم. طيب هون ما بيترتب على فسخ عقد البيع سواء كان قضائيا أو اتفاقيا آثار محددة؟ طبعا. نعم. من الآثار التي تترتب على العقد هو إعادة الحال، إعادة المتعاقدين إلى الحال التي كان عليها قبل العقد. نعم. يعني أن البائع يسترد المبيع والمشتري يسترد الثمن، يعود إلى الحالة التي كانوا عليها قبل أن يتم هذا العقد. نعم. كنا عم نحكي بالمادة 159 بالنص القانوني بموضوع الفسخ باتفاق الطرفين. يعني العقد نعم. نحن معلش إذا العقد إذا ضمنت الجملة اللي حكيناها أنه تضمن العقد فيها، في هالحالة هاي طبعا إذا رجع للقضاء يجب أن يكون من من, من إلى شروط. فمن أولا من الشرط الأول هو أن يظل المشتري متخلفا عن دفع الثمن إلى أن يصدر الحكم. نعم. إذا كان بهالحالة هاي يستطيع المشتري، يستطيع البائع أن يفسخ العقد. نعم. وأن ينبه المشتري، أن ينبه البائع المشتري إلى ضرورة دفع الثمن، أي أن يرسل له إنذار عن طريق الكاتب بالعدل ينذره فيه بدفع الثمن خلال مدة معينة، وإلا سيلجأ إلى القضاء لفسخ هذا العقد وإعادته إلى ما كانت عليه. نعم. أي من شروط التقدم نعم. للدعوة. نعم. طيب أستاذ، بيكون هناك في مصروفات يعني لل يعني لل للدعوة. هون يعني مين اللي بيدفع يعني هون على مين تترتب هذه؟ تترتب على الطرف المخالف للعقد الذي لم يقم بالتزاماته. ويلجأ الطرف الآخر بعد طبعا بشرط أن يكون الطرف الآخر كمان قد قام بتنفيذ كافة التزاماته المترتبة عليه. نعم. يعني لا يستطيع طرف أنه والله أنا ما نفذت التزاماتي وأطلب من الآخر أن ينفذ التزاماته. من شروط الفسخ أنه أنا أكون نفذت كامل التزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد. نعم. والطرف الآخر هو المخالف. نعم. بهذه الحالة يتقدم إلى القضاء ويلزمه القضاء بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفسخ العقد وإلزامه بالرسوم والمصاريف المترتبة على الدعوة وعلى اللجوء إلى القضاء كاملة. نعم. إضافة يعني قبل اللجوء للقضاء ممكن مثلا أنه ما في يعني ممكن يعني إجراءات يعني أخرى غير اللجوء للقضاء؟ ألا هي بالبداية يجب أن يوجه الطرف الغير مخالف إلى الطرف المخالف إنذارا عن طريق الكاتب بالعدل ينذره فيه بضرورة التزامه أو تنفيذ التزامه الوارد بموجب الموارد بهذا العقد. نعم. وفي حال تخلفه عن بعد الإنذار وبعد مضي مدة الإنذار يكون له من حق اللجوء إلى القضاء وتثبيت هذا الفسخ. يعني هون بتكون الورقة هون رسمية يعني وقت طبعًا. يعني وسيلة من وسائل الإثبات إلى أن الطرف الآخر هو معتذر أو متخلف عن تنفيذ الالتزامات المترتبة بذمته. طيب هل تكفي الورقة غير الرسمية للإعذار في المسائل المدنية؟ لا، بدها إعذار. الإعذار ما تكفي، كنت تكون رسمية وموجهة. نعم. عن طريق الكاتب بالعدل. نعم. وأحيانا يعتبر المحاكم في اجتهاد قضائي على أن استدعاء الدعوة هي بمثابة إنذار للمتخلف أو للمدعى عليه المتخلف عن تنفيذ التزاماته. طيب هون الورقة غير الرسمية للإعذار بأي مسائل ممكن يعني يعني تزبط؟ ممكن فينا نقول مثلا بالمسائل التجارية، يعني مو انه هي ما انه المسائل التجارية وغير تجارية، الورقة. نعم. غير رسمية، الورقة الصادرة مني بصورة غير رسمية غير موثقة لدى أي جهة رسمية حكومية. نعم. فممكن أنا أبعث له مرسال أنه والله تنفذ التزاماتك، لكن القضاء لا يعتد، هذا أخطار شفوي شفوي، لكن. نعم. القضاء لا يعتد إلا بالأوراق الرسمية والصادرة عن جهة رسمية. نعم. تعتبر هذا العقد أو هذه الورقة تعتبر ورقة صورية لا دلالة لها أو لا اعتبار لها. نعم. هلأ نحن حكينا عن الفسخ العقد أستاذ، حكينا عن هلأ عندنا في حال عدم التزام أحد الأطراف في العقد، يعني هل يستطيع الطرف الآخر اللجوء إلى القضاء؟ حضرتك قلت أنه نعم. يستطيع اللجوء إلى القضاء وبياخد يعني حكم قضائي بهالموضوع هذا في حال عدم تنفيذ أحد الأطراف. نعم. الالتزامات المترتبة، البائع لا يلتزم بنقل الملكية مثل ما حكينا، البائع. نعم. لا يلتزم بنقل الملكية إلى اسم المشتري أو لا يسلم العقار، أي أن المشتري لا يؤدي التزاماته كلها أو بعضها. نعم. مما يؤدي إلى فسخ هذا العقد. وحتى تستجيب المحكمة إلى طلب الفسخ يجب أن يكون هناك شروط.
شو هي هاي الشروط؟ الشروط هي أولا الإخلال بالالتزامات المحددة بالحقد، بالعقد كما قلنا، أن يكون هذا العقد صحيحا غير باطلا. طبعا هناك في عقود باطلة لا يجوز أصلا الادعاء بموجبها عن طريق القضاء، وفي هناك عقود قابلة للإبطال في حال تخلف ركن من أركان هذه العقود. طب خلينا بس نعرف يعني أكثر شو هي العقود الباطلة. العقد الباطل هو الذي تخلف فيه ركن من أركان العقد. نعم. أركان العقد هي المحل والسبب المحل والسبب والأهلية. نعم. ففي حال قام بكتابة العقد الطفل أو معتوه، أو قد تم الحجر عليه قضائيا، ففي هذه الحالة يكون العقد باطلا بطلانا مطلق، لأنه أولا عدم وجود الأهلية القانونية لهذا المتعاقد. إذا إضافة إلى ذلك السبب الآخر هو محل هذا العقد. محل هذا العقد إذا لم يعين في العقد فيكون كذلك العقد باطلا. نعم. مثلا إذا كتبنا رقم العقار 1500 على 7 ولم نحدد موقع العقار، هل هو في مدينة اللاذقية أو في مدينة جبلة أو في مدينة الحفة، أو لم نعين في مدينة دمشق، لم نعين موقع لهذا العقار أو المنطقة العقارية التابعة لها، فيكون العقد كمان باطلا. نعم. إضافة إلى سبب هذا العقد، هل هو سبب مشروع؟ هل هو سبب غير مشروع؟ إذا كان السبب مشروع مما يؤدي إلى وجود إلى بطلانه، إذا كان السبب مشروع يؤدي إلى العقد صحيح وسليم. نعم. إذا كان السبب غير مشروع مما يؤدي إلى بطلان العقد بشكل كامل. نعم. إذا هذا هو بطلان العقد، إيه، ولكن قابليته للإبطال، يعني هناك في فرق بين بطلان العقد أو قابليته للإبطال. نعم. العقد الباطل حكينا عنه، هلا حكينا شو شروطه ايه؟ وشو شروطه ايه؟ قابليته للإبطال في حال عدم توفر ركن من أركان شروط العقد. شروط العقد لنفترض أن كمان نفس الشيء كمان هناك في حال عدم هناك ركن من أركان العقد، هذاك ركن من أركان العقد لا يجوز مخالفته نهائيا، أي مخالفة في ركن من أركانه يؤدي إلى بطلانه بشكل كامل. نعم. أما إذا كانت أحد شروطه غير متوفرة من الشروط اللي يجب متوفرة، في شروط إجبارية وفي شروط اختيارية. الشروط الاختيارية التي متوفرة عدم توفرها، مثلا لم يحدد موعد لتسليم المبيع، لم يحدد قيمة العقار بشكل صحيح، هذا يؤدي إلى إبطال العقد أو فسخه، لكن لا يؤدي إلى بطلان العقد بشكل مطلق. نعم. الفرق ما بين البطلان وبين الإبطال هو أن يكون البطلان هو مخالف لركن من أركان العقد وهي يعني جوهرية، والإبطال هو أن يكون مخالف في جزء من شروطه، ويمكن إضافة يكون ذلك قابل لإبطاله عن طريق المحاكم. نعم. خلينا نتوقف مع فاصل أستاذ جمال ونعود. تحياتنا لكم مشاهدينا من جديد. إذا أستاذ كنا عم نحكي عن الفرق ما بين بطلان العقد أو قابليته للإبطال. أستاذ بنرجع هون عنا، حضرتك كنت سألتني عن كنت سألتك عن يعني هذا هو بطلان العقد. نعم. طيب خلينا نحكي عن يعني الفسخ القضائي. هلا نحن بنرجع منعود الى انواع الفسخ، وهي الفسخ القضائي. الفسخ اللي حكينا باتفاق الطرفين، يكون اتفاق الطرفين ما بين الطرفين يفسخ العقد بدون ان يلجوا الى المحاكم. اما الفسخ القضائي هو اخلال احد الطرفين بالتزاماته بصحه العقد، مما يؤدي الى اللجوء الى المحاكم عند عدم تنفيذ احد الطرفين الى شروط الوارده في هذا العقد. نعم. ما يؤدي الى فسخه. طبعا الماده 162 من القانون المدني نصت انه في العقود الملزمه للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به. نعم. بمعنى كل عقد ملزم للجانبين. في التزامات كما حكينا مقابلة للبائع وفي التزامات الشاري. إذا لم يقم أحد إذا قام أحد الأطراف بعدم تنفيذ التزاماته، جاز للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه لأن الطرف الآخر لم يقم بالتنفيذ ما التزم به. يعني أنا كمشتري
البائع لم يقم بتسليم هذا العقار، من حقي أن أمتنع عن تسديد باقي الثمن إلى أن يقوم بتسليم هذا العقار. من حق الطرفين تسديد الالتزامات المتوازنة بالأولى أو المتقابلة. هذا الالتزام يولد صيغة لأنه يكون الاتفاق بحكم الاتفاق على أنه أنا يكون إذا أنت لم تلتزم لطروقة بصورة ما من حقي أن أفسخ هذا العقد. نعم. أو من حقي اللجوء إلى القضاء لفسخ هذا العقد. نعم. طيب متى يكون هذا العقد، يعني نقول بطلان العقد؟ بطلان العقد هو الجزاء الذي يرتبه المشرع في حال إخلال عدم توفر أو إخلال ركن من أركان العقد. مثل ما حكينا أركان العقد هي ثلاثة: المحل والرضا والسبب. الرضا مثل ما حكينا أن يكون ناقص الأهلية، صغير السن، معتوه، محجور عليه قضائيا. فكل هالحالات هي عندما تورد في 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 العقد يكون العقد باطلا بطلانا مطلق. نعم. ويكون العقد لا ينتج عنه أي أثر إلا إذا كان الطرفين كامل الرضا. نعم. يعني من أحيانا بيكون الطرف مثلا فقدنا صغير السن لا يتجاوز عمره 18. نعم. عمره 17 سنة، هذا يعتبر إخلالا بركن من أركان العقد، هون يعتبر باطل، باطل بطلان مطلق. نعم. لأنه لا يجوز له تأخذ فيه يعني مثلا أنه كقضاء المحكمة يعني بهذا الموضوع إلا إذا بحالة واحدة. نعم. إلا إذا كان هذا القاصر بعد بلوغه سن 18 إذا كان قام أحد أفراد أو الوصي عليه. نعم. إذا قام بإنشاء العقد بموجب وصايته عن هذا القاصر. نعم. وعند بلوغ القاصر للسن القانوني إذا أحب أن يجيز هذا العقد أجازه، وإذا أحب الفسخ العقد وعدم إجازته لا يجيزه. فيكون من حق الإنسان أو الصغير الذي بلغ سن. طيب الموصي يعني على هذا الصغير أنه هون ما بيحق له هو يعني الإبطال بهذا العقد؟ إذا كان الموصي قام بموجب وصايته عن هذا القاصر وبلغ القاصر السن القانوني أثناء تنفيذ العقد، قبل ما يبلغ السن القانوني، قبل ما في شيء اسمه وصي على هذا الطفل؟ في إذا. نعم. إذا كان طبعا إذا كان شروط أحد شروط العقد ليست صحيحة وليست سليمة من حق الموصي كمان يطالب بفسخ العقد. نعم. طبعا من حقه. لكن إحنا عم نحكي على موضوع العقد الأول، الركن الأول وهو ركن الرضا. نعم. فهذا الركن كتير شديد الأهمية وله أهمية كبرى في عدم تحرير العقود لا تكون باطلة في المستقبل. نعم. فالرضا ركن أساسي من أركان صحة العقد. فأحيانا يكون واحد افترضنا محجور عليه قضائيا. نعم. ويقوم ببيع هذا العقار أو يقوم بإنشاء عقد بيع لهذا العقار، وكتير بتصير يعني احنا كتير عم نشوفها بالمحكمة، يعني دعاوى كتير يعني بخصوص هذا الموضوع. أنا أحيانا ما بعرف أن الإنسان هذا محجور عليه قضائيا. نعم. وقام ببيع لهذا العقار، فيما بعد اكتشفت انه الانسان هذا محجور عليه قضائيا بموجب حكم قضائي. فما علي الا اللجوء الى القضاء لاثبات ان هذا المتعاقد الاخر هو فاقد للاهليه وكان الرضا عمل الرضا غير صحيح. فيكون من حق المحكمه فسخ هذا العقد، ومن حقي انا عندما اطالب بفسخ العقد فسخ العقد لهذا السبب. لان العقد يكون باطل بطلانا مطلق. نعم. العقد البطلان في احيانا بطلان يعني يؤدي الى انه ابطال العقد، العقد لا يكون بشروطه السليمه وصحيحه. نعم. كافه ما ورد فيه. بنعود للمحل رقم 2 بالشروط العقد نكملها، وهو محل العقد. نعم. يكون العقد باطلا اذا فقد عقد المعقود عليه على العقار مثلا مثل ما حكينا غير معين محل هذا العقار، يعني ما مكتوب انه هذا العقار أنا بعت العقار 1616 على 16 بدون ما أذكر المنطقة ولا المدينة. نعم. فهذا العقد أيضا باطل بطلان مطلق. هذا العقد غير محدد المحل، فمحل العقار هل هو مدينة اللاذقية، هل هو مدينة دمشق؟ نعم. هل هو يعني وين هذا العقار؟ نعم. يكون هذا العقار ممكن للطرفين إذا ذهبا أمام القضاء واتفقا على موقع العقار يكون هذا يعود إلى هذا العقار إلى أن يكون صحيحا. يعني بصححوه بس باتفاق الطرفين. نعم. أن يذهب المشتري. طيب. والبائع. وإذا هالطرفين ما يعني ما كانوا متفقين هاي إلى اللجوء إلى القضاء، فمن له مصلحة بفسخ هذا العقد من حقه أن يفسخ هذا العقد لعدم وجود محل لهذا العقار.
يلجأ إلى القضاء ويثبت أن العقد لم يذكر فيه محل العقار أو محل العقد المبيع، فيذهب إلى القضاء ويطالب بفسخ هذا العقد نتيجة بطلان العقد بطلانا مطلقا، وهو ركن من أركان العقد كما حكينا. خلينا أستاذ جمال كمان يعني نحكي من واقع الحياة اللي عم نشوفها ومن خلال الدعاوي والمشاكل. أحيانا كتير بيكون مثلا يعني رجل مسن أو أم يعني كبيرة بدأ مثلا ممكن بيجبروا أحد الأولاد لهذه الأم أن توقع. ممكن أحد الأخوات أنه بيعرف حقيقة بأنه هذا الأخ قد احتال على هذه الأم الكبيرة بالسن أو هذا الأب، أو ممكن يكونوا مريضين يعني خلاهم يوقعوا على هذا العقار. هون كيف ممكن يثبت هذا الأخ بأنه أحد الأولاد بأنه هذا الأخ قد أجبر حقيقة هذه الأم المسنة أو هذا الأب المسن على هذا التوقيع؟ لكن خليني أخذ اتصال من نضال. ألو، شكرا كثير للأنسي والله يسعد صباحك. يسعد صباحك. الله يخليلي إياكي وشكرا جزيلا. بس بدنا نسأل أستاذ سؤال كثير وجيه. فضل. نحن حاليا بدنا نشتري عقار. نعم. وبنفس البناء في أسهم. والبيت سابقا حكم محكمي، هل يحول المنزل إلى أسهم؟ هل يحول المنزل إلى أسهم؟ إلى أسهم. خليك بس سؤال، العقار غير مفرز؟ العقار غير مفرز. ممكن. نعم. ممكن أن ينصب. شكرا جزيلا. خليك معنا أخي. ممكن أن ينصب المبيع على الأسهم المعادلة، يعني بخبرة طبعا بالخبرة الهندسية وخبرة المحاكم بيشوفوا العقار هذا كم يشكل سهما من مجموع أسهم هذا العقار، ويقوم بتسجيل عدد الأسهم إلى المشتري. يعني ممكن تسجيله كأسهم. الملكية أسهم. أيوة، ممكن تسجيل الملكية كأسهم. الأسهم هي تعادل هذا العقار المبيع. البناية فيها أسهم. هي البناية كلها تكون أسهم. عدم ليش أنا سألت عدم وجود إفراز قضائي. يعني البناية غير مفرزة ما تزال كلها 2400 سهم. فبيكون أنت بعينوا لك مثلا العقار هذا بيسوى 10 أسهم 12 سهم حسب الخبرة القضائية أو الخبرة الهندسية، فبيطوبوا لك ما يوازي هذا العقار من أسهم بسجل العقاري. يأخذ وقت هذا أستاذنا؟ لا، مثله أي معاملة تطويب أخرى إذا كان العقار سليما وليس عليهم أي مشاكل. بس عملية التنازل بالبيع والشراء كيف تصير؟ عملية التنازل عملية سهلة جدا أمام السجل العقاري. شكرا 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 لك وشكرا للمدام. ممنون. شكرا لاتصالك أخ نضال. نرجع أساس كنت سألتك يعني عن المشاكل يعني حقيقة والأمور القضائية اللي بلاقيها بأروقة المحاكم والناس، أنه في كتير كمان يعني هون هل يعتبر يعني عقد هذا البيع يعني ممكن يعني أب أحد الأخوات مثل ما قلت لك أنه ممكن يجي يعمل عقد بيع ويخلي هالأم أو هالأب يعني يوقع عليه، وهني ممكن الأم لا تقرأ، ممكن الأب كمان أمي ما بيعرفوا. طب هون كيف ممكن بقية الأخوة يعني يثبتوا أمام هذه المحكمة أنه هذه الحالة ينطبق عليها ينطبق عليها أن العقد قابل للإبطال. أي عقد يشوبه غش أو تدليس أو مثل ما حكينا إجبار إكراه، كل هالحالات هاي إذا شاب لهذا العقد تدليس إكراه غش أي شيء من الأنواع هاي، فيكون من حق من أصابه هذا الشيء اللي يجي إلى القضاء وفسخ هذا العقد. طبعا إثبات هذه الحالة تكون إذا هون بقى إثبات الحالة، لأنه أكثر المشاكل أستاذ عائلية يعني ضمن العائلة. مثلا ممكن تكون الأم مع مرض، ممكن يكون مع زهايمر، ممكن أنه بدن ياخد يعني يجبروها أن تروح أمام القضاء، ما بتعرف هي أم ما بتعرف أنه يعني أنه شو صاير أو شو مصاير بالموضوع. على المتضرر المراجعة القضاء في هذه الحالة وإثبات أن هذه الإنسانة هي تحت واقع مرض معين مثل ما حكينا زهايمر أو إنها إرادتها ما أنا سليمة، أو ممكن تكون أمي هلأ ما بتعرف على شو موقعة. هلأ هذا الإثبات بده يكون عن طريق القضاء. القضاء بيعطي بيطلع إذا كان مثلا مصابة بمرض معين يلجأ إلى اللجنة إلى الخبرة الطبية. نعم. وإثبات أن هذه الإنسانة مريضة وقامت بالتوقيع وهي في حالة مرض أو ما يسمى مرض الموت أو يسمى بمرض مستعصي، فهي غير إرادتها غير كاملة وناقصة، مما يستدعي طلب فسخ
فسخ هذا العقد. وفي حال الإكراه عليه أن يثبت أن تم عليها الإكراه بشهادة الشهود باعتبار أن العقد. فبكي ما كان في شهود يا أستاذ؟ والله هاي بهالحالة هاي بقى ما لا إثبات تاني يعني إذا ما في شهود. كيف بدي يثبت أنه وقع الإكراه على الإنسان هاي مكان مكامل إرادته؟ إلا في حال إذا كان ممكن استدعاء إلى المحكمة وطلب استجوابه. نعم. هل العقد هذا تم بإرادتك ولا بعدم إرادتك؟ طيب في حال إنه ما طيب في حال إنه يعني يعني كان هناك وفاة، إنه كان هذا ال 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 يعني توفت ال يعني المكرهة توفيت. يعني توفيت. طيب هذا بقى راح الموضوع ما بقى. كيف بدي أثبت الإكراه الذي وقع عليها لتوقيع هذا العقد؟ نعم. لكن مثل ما إذا في شهود لإثبات الحالة هاي، هذا الحالة ممكن إثباتها عن طريق المحاكم. نعم. أما بحال عدم وجود أي شاهد. نعم. وتم الإكراه وتم التصديق عليه بالمحكمة وتطويب هذا العقار ومات المكره، كيف يمكن إثبات ذلك؟ يعني هون ما بيصير فسخ عقد للبيع. لا. ما في ولا حالة من الحالات يعني من الحالات الصعبة إثباتها هي بتكون. نعم. بقى أمام القضاء. أما إذا كانت مريضة ممكن أنا ألجأ إلى القضاء وأعمل خبرة طبية، أطلب إجراء الخبرة الطبية على هالإنسان المريضة وأثبت أنها فعلا أنها مريضة. نعم. وممكن أثبت إذا كانت ساتة على قيد الحياة أثبت الإكراه اللي حكينا فيه. نعم. أو أثبت التدليس الذي قام عليها. نعم. التدليس مثلا أنه يروح أنه أنا عم بشتري منها وقعي لي على مورقة معينة دون أن تدري أنها توقع على عقد بيع. نعم. فهذا نوع من أنواع التدليس والغش. طيب هذا هون. إثباته كمان. نعم. يكون إما من الطرف المدلس عليه. مثلا أنت دلس علي، أنا ممكن أنا أدعي بالتدليس اللي صار علي أنه هذا أنا ما وقعت على عقد بيع. إنما وقعت على براءة ذمة مثلا. نعم. تخفي عقد بيع، أنا لا أنوي أن أنبيع هذا العقار. بتقدر تثبت هذا الموضوع؟ طبعا بقدر بثبته طبعا يا أما بشهادة الشهود أو باليمين الحاسمة اللي وجهها للطرف الآخر اليمين. يعني كافة. نعم. قواعد الإثبات ممكن أن أثبت فيها. نعم. إذا ما كان في هناك أي نوع للإثبات يعني أو الشهود، بالنهاية أنه ممكن يلجأ القاضي إلى اليمين. طبعا. نعم. أو أحد الأطراف من حقه اللجوء إلى اليمين. نعم. في حالات كثيرة يلجأ فيها القاضي إلى اليمين المتممة، نحكي عنها هلا إذا فيها. طب رح بس أخذ اتصال. ألو. ألو مرحبا. يا هلا. كيف الأنسة؟ يا أهلا وسهلا تفضل. في عنا أرض بدنا نصرخ نحن. نعم. الشباب أخذوا يعني باعوا الأرض والبنات ما طلعوا عن الشيء. باعوا الأرض مي الأهل؟ الأولاد الشباب، الأهل والأب والأم ميتين. ميتين. نعم. أيوه. الشباب بايعين موقعين تعرفي، وباعوا الارض واحد ونيكة والبنات بدون ما حد يعرف بالبنات، والبنات ما يعني ما بيعرفوا. رحنا رجعنا ابراهيم الاشقر بالونيك، قال ما في اسم. قلت له في هذول اخبار ما بيطلع لهم بنات. هيك صار ولحد الان. نعم. طيب خليك بس معنا. العقار كان باسم العقار ابوه، باسم الوالد يعني. باسم الوالد. باسم الوالد. هذا جرى عليه غش بمعاملة حصر الإرث وعدم ذكر أسماء الإناث. أنا بحصر الإرث يجب أن يذكر كافة الورثة. نعم. والله لحد الآن. إذا ذكر كافة الورثة فما من حق أي طرف أنه يأخذ يسجل باقي الأسهم باسمه أو باقي العقار باسمه. يجب أن يسجل حسب حصر الإرث سواء القانوني أو الشرعي. ما في حد لهذا الموضوع. بدك تبحث عن حصر الإرث إذا موجود فيه أسماء الورثة أو غير موجود فيه. طيب بحال أستاذ حصل الإرث إذا كان موجود فيه أسماء الورثة أو غير موجود، طيب إذا كان موجود يعني بيقدم الدعوة، طيب بحال هون قدم الدعوة ممكن رح ياخد حقه، طيب بحال إنه أسماء هؤلاء البنات ما كان موجود من خلال حصل الإرث، هنا يكون طيب وقع في حصل هنا الإرث يكون بدون البنات هنا يكون في وقع تزوير في حصل الإرث. تزوير. طبعا. نعم. لأنه حصل الإرث لابد من ذكر كافة الورثة الشرعيين الذين يرثون هذا الشخص المتوفي. الورثة الشرعيين هما الذكور والإناث. نعم. كافة أمورهم. طيب. سواء كانت الزوجة أو الأولاد أو بدهم يذكروا طالما هن على قيد الحياة وهن من ورثته الشرعيين. طيب إذا كان الأب وهو صاحب يعني العقار هذا باسم الأب، إذا كان هذا الأب ممكن يكون متنازل على حياته لهؤلاء الشباب. لهؤلاء الشباب. نعم. طيب ممكن يكون هذا الموضوع، ما بعرف إذا أخ ألو. ألو. إيه. طيب هلا ممكن يكون الأب يعني ممكن يكون الأب هو متنازل حقيقة وهو على قيد الحياة. لا ما في تنازل. كل أم ميتين راحوا عاد مسرخوا عملوا
لجنه من الوكيل راح انه في الشباب وقعوه والبنات ما طلعوا، الاربع بنات ما طلعوا والاربع شباب اخذوا. بس سؤال كمان، هذا العقار اللي سجلتوه هو طابو يعني مسجل عليه؟ طابو باسم معناته عليك تراجع معلش اداره السجل العقاري، مديريه السجل العقاري، وتشاهد العقد الذي نظم بموجبه البيع للشباب، وتشاهد كيف تمت عمليه البيع، فاما بيكون فيها غش او بيكون فيه معلش حصر ارث مزور. رحنا سالنا بالعقاريه ابراهيم الاشقر، قال فتح الان بدون ذكر اسماء انه قال ما في اسم ما في له شيء، كيف بتقول لك للشباب ووقعتوهم والبنات نطلع له؟ عليك معلش انا بنصح بمراجعه مختص بهالمسائل هاي، وتشوف انت كيف معلش صارت العمليه، لانه اكيد فيها غش وتدليس وفيها نوع من انواع التزوير، لانه لا يجوز تسجيل العقار طالما كان باسم الوارد المتوفي الا حسب الحصر الارثي الشرعي او القانوني حسب نوع الارض، والزامهم بتسجيلها حسب حصة كل واحد منهم عما وردت في حصر الارث. لا يجوز غفل اسماء بحصر ارث هي ورثه شرعيه للمتوفي، لا يمكن غفله، لانه ما ممكن تسجيلها استاذ يعني طبعاً. يعني ما ممكن تسجيلها طبعاً. طيب كيف بده يتم تسجيلها؟ يعني هون صار يعني حقيقه هون تزوير، يعني في غش وفي تزوير، انا يعني اقول يعني في غش وفي تزوير بهالحاله هاي، يعني حتى بالعقاري مراجعه معلش انا بتمنى تراجع مختص بهالمسائل هاي، وتشوف انت كيف تمت عمليه البيع والكشف على العقد الذي تم امام مديريه السجل العقاري، وكيف تم التنازل طالما ان العقد الاساسي كان باسم المرحوم الوالد. نعم، شكرا لاتصال الاخ المتصل. استاذ يعني غريبه انه هون حتى بالعقاري انه ممكن يسجلوا بدون ما يعني غريب. هلا هي بتصير في حاله الملك، يعني احيانا يلجأوا، نحن بنشوفها احيانا في يلجأوا الى موضوع التزوير في حصر الارث، عدم اغفال اسم او اسماء من الورثه الشرعيين لا يكون من مذكورا في حصر الارث، مما يؤدي الى وتبروح باخذ الحصر الارث وبؤدي الى السجل العقاري، السجل العقاري ملزم بما ورد في حصر الارث. نعم، يعني مستند اساسي ومستند رسمي يكون حصر الارث بهيك معاملات. نعم، فاذا عدم ورود الاسم لا يؤدي الى انه ما تم في العقاريه صحيح. صحيح، لكن انا ببطله كيف، لانه ما بني على باطل فهو باطل. انت بنيت هل تسجيل هذا على عقد او على حصر ارث باطل او مزور، فعلي اثبات اولا ان هذا حصر ارث مزور الى ابطال كافه البيوع اللي تمت على اساس بموجب هذا. يعني بهيك حاله يا اما الاخوات بيكونوا متنازلين للشباب عن حقوقهم، يعني او الاب او الوالد على حياته، على حياته سجل، اما اذا بقيت يعني على باسم، اما اذا بقيت باسم الوالد لحين وفاته هذا العقار، وبعد ذلك قاموا باجراء معامله حصر الارث وتم التنازل على او تثبيت البيوع او القسمي على عن طريق حصر الارث، فلا يجوز الا ان يكون هناك ورثه شرعيين لهذا الوريث. صحيح، اذا بس عليه انه يراجع ويشوف الموضوع في مديريه السجل العقاري، وهنيك بينكشف اذا كان فعلا في غش او كذب بهذا الموضوع. نرجع على بس سبب اخير وهو الموضوع بطلان العقد، فذكرنا انه ثلاث اسباب لازم يكون اركان العقد، وهي الرضا والمحل والسبب. حكينا عن الرضا وحكينا عن المحل، صفي عنا السبب. السبب هو اللي نجاوب عليه، لماذا التزم المدين وما هو الغرض المباشر الذي اتجهت اليه هذه الاراده، فيجب ان يتجه هذه الاراده الى سبب مشروع وغرض مشروع لا يتعارض مع النظام العام او حمايه الاداب العامه. بمعنى يعني انا عم بيع عقاري لتاجر بالمخدرات، هذا سبب غير مشروع، هذا يؤدي الى بطلان العقد بطلان مطلق. نعم، انا عم بيع العقار بسبب لان الانسان هذا بدي يبيعه ليفتحه، افترضنا اللي يعني المكان لاجراء الموبقات فيه. نعم، كمان هذا السبب غير مشروع وهذا مخالف للنظام العام والاداب العام، هون يبطل العقد، يبطل العقد بطلانا مطلق. نعم، هاي ثلاث اركان اذا فقد احد. طيب وبلكي ما في اثبات على هذا الموضوع استاذ؟ على الاثبات يعني هون يكون يعني دائما في اثباتات وشهود لهذا الموضوع. هي طيب نعم، اذا طبعا اي العقد يكون انه انت عم تثبت، طبعا من حق اللي احد الطرفين اللي بده يفسح العقد هذا انه انا بعته هالعقار لسبب معين، بعته يا لحتى طردنا انه بده يفتحه مكان غير صحيح، مكان مخالف للنظام العام او للاداب العامه. نعم، في طبعا بده يكون في اثباتات لهالموضوع هذا، ما انه بشكل مطلق انه انا بس اقول انه والله السبب هذا ليس صحيح او ليس قانونيا. هالثلاث اركان اذا اختل واحد منهم كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. نعم،
أما إذا مثل ما حكينا هلا كان في بالعقد كان في إكراه كان في تدليس فهذا يؤدي إلى إبطال العقد وليس العقد كله باطل، إبطال العقد. نعم. لسبب أن هناك وقع تدليس أو أن هناك وقع غش أو أن هناك إكراه في تنظيم هذا العقد. نعم. أيضا يعني يقال أن صورية العقد ماذا يعني عن يعني دائما نسمع إنه صورية العقد. لا هي صورية العقد أي العقد يكون صوريا ما بين الطرفين. نعم. يعني أنا ليست نيتي البيع. نعم. أنا سجلت هذا البيع بشكل صوري لألك مثل ما حكينا مثلا بالحلقة الماضية أنه يكون لسبب أنا عم هرب أموالي. يعني أنا بسجلها باسمك وليس أنت لم تقومي بدفع الثمن ولم تقومي أنت بشراء هذا العقار، إنما أنا سجلته باسمك لسبب لأهرب. بسبب صوري معين. نعم. إنه أنت يعني الإرادة لم إرادة الطرفين لم تتجه أو لم تكون متوجهة إلى فعلا تنظيم هذا العقد بشكله السليم والصحيح. نعم. صورية العقد السبب المذكور في العقد هو لازم طبعا القضاء بيعتبر ال- 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 السبب الحقيقي هو المذكور في العقد. نعم. القضاء عندما نلجأ للقضاء يعتبر العقد أنه أنت في عقد في التزام في بيع في شراء. نعم. فالمشرع يعتبر العقد المذكور في العقد في العقد هو السبب الحقيقي حتى. نعم. يقوم الدليل أمام القضاء على عكس أو ما يخالف ذلك. نعم. فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن الالتزام سببه آخر إثبات هذا السبب الآخر. إثبات كيف هوني؟ يعني أنا عم أقول إنه أنا عم أقول إنه هالإثبات هذا إنه هالإنسان هذا. نعم. لم يقم بدفع الثمن وأنا سجلت له بشكل صوري. نعم. وبشكل غير أنه لم يقم أنا ببيع لم يكن النية موجودة بين الطرفين على أنه يكون هذا العقد عقد بيع حقيقي. نعم. فنحن نقوم. نعم. بهالحالة هاي بأن يكون أحد الطرفين الذي بيثبت أنه السبب غير صحيح أو صورية العقد إثباته أمام القضاء بكافة وسائل الإثبات. طبعا ليست كل الإثبات بحكينا المرة الماضية الصورية لا تعتمد في كافة العقود وإثباتها يكون إثباتها بده يكون بموجب عقد آخر يثبت صحة هذا السمع. لا تعتمد الصورية لا تعتمد في كل العقود يعني لا يجوز. نعم. أن أنا أدعي بالصورية إذا لم يكن لدي دليل خطي على الصورية إلا في حالة وحيدة وهي إذا وجود المانع الأدبي بين الطرفين. نعم. وجود المانع الأدبي بين الطرفين يعني ما بين الزوج والزوجة ما بين الزوج والأولاد. الأب والأولاد ما بين الأم وأولادها يعني بيكون في مانع أدبي ما بين أطفال ما بين الأب وبين عفوا الصهر وزوج ابنته زوج بنته. نعم. فبيكون الحكي هذا كلياته ممكن انا اثبات بهالحاله الصوريه اما بشهاده الشهود او بتحليف الطرف الاخر اليمين الحاسمه او اليمين القانونيه. نعم. اذا لم يكن متوفرا المانع الادبي لا يجوز اثبات صوريه العقد الا بموجب بيان عقد خطي اخر يوازيه في القوه وفي الالتزامات. نعم. يعني لا يجوز أن يكون أمام القضاء وأذهب وأقول إنه هذا العقد صوري. نعم. بدي القاضي بدي يكلفني إثبات صورية. نعم. هذا العقد أنت عم تقول صوري أنا عندي إنه عقد بيع حقيقي. إثبت أنت العكس فبدي إثبت له أنا مثلا عدم أداء الثمن كيف. فبدي إثبت له إنه هالإنسان هذا لم يعطيني الثمن بالعقد مكتوب وجود ثمن. فوسائل الإثبات هنا محددة أمام القانون وكتير ضيقة لإثبات صورية هذا العقد. نعم. إلا في حالة واحدة مثل ما حكينا إذا كان وجود المانع الأدبي فيكون المانع الأدبي يعني هون بياخذ فيه القضاء طبعًا. للمانع الأدبي نص عليه القانون طبعا وجود المانع الأدبي بيتاخذ فيه طبعًا. تماما وجود المانع الأدبي يعني ليش ما حكينا مثل ما أنه مثلا بين الزوج والزوجة بدون إثبات يعني أنا ممكن يعني سجل لزوجتي العقار. نعم. أنا ماني يعني ما راح أخذ منها ورقة الضد أنه هذا العقار أنا سجلته بشكل صوري. وجود المانع الأدبي يمنعني من أن أخذ ورقة الضد من زوجتي لكن إذا أنا عم سجله صوريا باسم شخص آخر. نعم. ولم أحصل منه على وثيقة مثل ما يسموه ورقة الضد تثبت أن هذا العقد صوري. نعم. فيبقى العقد السبب الحقيقي الموجود بالعقد هو السبب الذي تلجأ إليه القضاء. إلا إذا علي أنا إثبات أن هذا العقد صوريا فإذا كنت آخذ من الشخص الآخر أنا ما يثبت أنه هذا العقد صوري هون بدي يكون في ورقة في وثيقة طبعا في وثيقة هون طبعًا. بتثبت هذا الموضوع تثبت أنه أنا سجلته بشكل صوري وهو لم يقم بدفع الثمن. نعم. أما إذا طيب حتى إذا كان المانع الأدبي المانع الأدبي إذا كان بين زوج وزوجي أو بين خلينا نقول يعني أب وأولاده هون هون بتاخذ المحكمة طبعا بوجود المانع الأدبي بدون ما يكون في إثبات هذا هون بحق للقضاء
أو لحق للمدعى المدعي إثبات صورية السبب بكافة وسائل إثبات بما فيها شهادة الشهود وحلفان اليمين ولا أي طريق يعني أي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية يحق للمدعي اللجوء إليها. يعني ممكن أنا أجيب الشهود على أنه أنا سجلت هالبيت لأولادي بدون أي دفع ثمن. ممكن أنا أجيب الشهود بالحالة من الحاضرين أنه أنا سجلته باسمه نتيجة ظرف معين. طيب إذا سجل هذا البيت لواحد يعني غير أهله غير أهليته لصديق فرضا أو لحتى مثلا أنه أي شخص هون أي هي بهالحالة هي إذا لم يكن هناك مانع أدمي ما بين الطرفين. طب حتى بين هو يعني حدد القانون حدد الموانع الأدبية. الموانع الأدبية بمين؟ بالأهل؟ ما بين الأصدقاء ما بين الأهل حتى الدرجة الرابعة وما بين مثلا صلة الرحم الأصدقاء التي نعم. تكون بينهم صداقة قوية ومتينة. نعم. يعني إذا كانت بينهم مثل الإخوات هنين فهذا يكون كمان وجود المانع الأدبي صحيحا أمام القضاء. بس عليه أن يثبت هذه الصداقة القوية وهذا العلاقة القوية والحميمية ما بين الطرفين حتى لو ما في صلة رحم مجرد صداقة يعني بده يثبت انه هي صداقة انه يعني صداقة قديمة طبعا يعني احيانا معلش في اصدقاء بيكون اكثر من الاخوات صحيح فبيكون يعني شو معنى صورية السبب انه انا ماني قادر اخذ ليش بسموه المانع الادبي نعم. يعني انا خجلا انه انا ما فيني اخذ منك ورقة الضد فبهالحالة هاي يسمح القضاء بأنك أنت تلجأ إلى الإثبات بكافة وسائل الإثبات إذا توفر المنع. طبعا المنع الأدبي شروطه كتير ضيقة بالقانون وحددها بموجب اجتهادات قضائية معينة صادرت فيها. فينا نتعرف عن شروط يعني بعض من هي الشروط هي أكتري أكتري يعني خلي أنه المشاهدين يعني حقيقة يعني الثقافة القانونية يعني ضرورية يعني هون بتحد حقيقة الوقوع من المشاكل القضائية والذهاب إلى المحاكم. في كتير ناس يعني نتيجة عدم ثقافتها بهي وجهلة يعني لموضوع القانون بتلاقيها التجأت مباشرة للمحاكم. هذا يعني هذه الأمور بتلاقي نحن بالدرجة الأولى أولا ما بين الأقرباء يعني الزوج والزوجة ما بين الزوجة وعمها ما بين الصهر وعمه هي كلها تضمن نطاق الأهل. نعم. ضمن نطاق خارج نطاق الأهل أن يكون قد اعتادا على المعاملات فيما بينهما بدون وجود أي عقود. نعم. يعني إذا كان وجود عقد واحد ما بين الطرفين سبق وأن تعاملا به يذهب المانع الأدبي. يعني أنا المانع الأدبي ما معقول أنا مبارح عملت معك عقد كزوجة أو كصديق عفوا واليوم عم أقول والله في مانع أدبي أنا ما قدرت أخذ منه بموجب عقد تاني. فإذا طرف برز الطرف الآخر هذا العقد فهذا نفي للمانع الأدبي الموجود ما بين الطرفين فبيكون ما في مانع أدبي. طيب وبلكي سبق هذاك سبق أنت وتعاملت بالعقد فليش هالمرة ما أخذت منه عقد؟ فإذا في صورية في السبب لازم أن تأخذ منه عقد لأنك أنت سبق وتعاملت معه بعقد. أما إذا أنا لم يسبق لي أن تعاملت مع الإنسان هذا بأي عقد معين وكان بس هون بدي يكون وكان في وجود علاقة حميمية جدا ما بين الطرفين ممكن أنا أقول إنه هذا أنا كان في بيني وبينه مانع أدبي. وطبعا القانون تملك حصرة كتير ضيق بشكل كتير ضيق ما أنه أعطاها المدى الواسع لإثبات هذه الحالة. يعني ما يعني نعم. ما اي اثنين بانه والله انه انا في بينك هلا مش ما يفهموا المشاهدين انه والله انا صديق ما لا ما اي اثنين طبعا لا هي الى شروط خاصه فيها مثل ما لك انه يكون اولا العلاقه حميميه جدا اثباتها لانه لدرجه انهم تربطهم علاقه صداقه متينه وقويه وقديمه نعم. اضافه الى ذلك ان لا يكون سبق وان تعاقدا اي عقد اخر او اقاما باي تنظيم اي عقد آخر بين الاثنين نعم. ما بعرف إسا في شيء عن هذا إذا بتحبي كمان إحنا معلش نرتب نحكي على التعويض عن إذا حال الفسخ هيدي كمان كتير مهمة طبعا في حال فسخ أولا تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد إذا تم فسخ العقد هناك في يسمى ما يسمى الشرط الجزائي فيكون معلش التعويض هو أما أن يكون اتفاقيا أو يكون بحكم القضاء إذا كان اتفاقيا يكون منصوص عليه بموجب العقد مثلا إذا أخلى أحد الطرفين بأي التزام من التزامات التابعة له يدفع للطرف الآخر الغير مخل فرضنا مليون ليرة سورية بيكونوا هن حددوا التعويض المناسب ما بين الطرفين إذا أخل أحد الطرفين بهذا الالتزام يعني أنا بطلت بيع فعلي أني أنا أدفع مليون ليرة سورية حطيتها بالعقد للطرف الآخر الذي هو غير مخل نعم. أما إذا كان الطرف الآخر أيضا مخل كمان هذا العقد ما أو هذا الشرط لا يجوز
ليش لا يجب هون بيبطل بدي يكون احد الطرفين لم يخل بالتزاماته وانا خليت بالتزاماتي فانا علي الشرط الجزائي ان يدفعه والشرط الجزائي المترتب هو تعويض عما اصاب الطرف الاخر من ضرر من عدم تنفيذ هذا العقد. اذا لم يكن مذكورا بموجب العقود احيانا عقود كثير لم يذكر فيها الشرط الجزائي ففي هذه الحاله نلجا الى القضاء لتعيين التعويض الذي يقرره القضاء عن فسخ العقد وما أصاب الطرف الآخر من ضرر. أصابه افترضنا أنا كان سعر البيت 1,000,000 ليرة وتشتريته وقت أنت فسخت العقد صار حقه 3 فأنت ضريتني بهالحالة هاي بمليونين ليرة. طبعا القضاء بيفصل بهالحكم بموجب خبرة قضائية أو عن طريق الخبرة مثل ما حكينا أو عن طريق إقرار أحد الطرفين بأنه أنا ممكن أعطيه تعويض معين أو تعويض مناسب بالاتفاق هون بممكن إذا اتفقوا أمام القضاء بتعويض مناسب يكون. أما إذا ما اتفقوا القضاء بيحدد شو هو التعويض المناسب بيحدد خبرة وهي اللي بتسابه بتحدد أنه قديش ممكن هل الإنسان يعني قديش الضرر لنعطيك أنت التعويض المناسب لفسخ هذا العقد. نعم خلص وقتنا أستاذ جمال. ما بعرف إذا في عندك يعني هيك والله أنا متمنى يعني كل الموضوع هذا أنا يعني برد بعيد وبكرر وبنصح على طول إنه يكون نحن أي إنسان بموجب عقود البيع خاصة وخصوص بيع العقارات ولما نشاهده حاليا من أساليب تزوير واحتيال وغش وتدليس اللجوء إلى صاحب الخبرة في هذه الأمور ومراجعته لتدوين العقود بالشكل الصحيح والسليم لئلا نقع في أمور نحن بغنى عنها. نعم. فصاحب الكون صاحب الخبرة فبيلجأ قبل ما ينظم عقد البيع مثل ما حكينا بالمرة الماضية أنه يكون بيلجأ إلى صحيفة العقار وبيشوف العقار ماذا عليه من حقوق وماذا عليه من واجبات، عليه شروط معينة، عليه إشارات دعوة، عليه حجوزات، عليه التزامات تجاه الدولة. فعليه أن ينظر إلى هذه الأمور قبل تنظيم العقد. وفي أحيانا في شروط على العقد أو في التزامات على العقد تمنع بيعه، يعني إذا كان فرضنا رايح بالاستملاك أنا ما فينك تبيعني أنت أنا عقار ومحطوط عليه إشارة استملاك للدولة. فصاحب أو الإنسان الذي يقدر هذه الأشياء هاي يعرف كيف ينظم العقود ويعرف كيف يراجع السجل العقاري قبل تنظيم العقد. شكرا استاذ جمال عثمان، شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكراً يعني حقيقه ان شاء الله نكون اضعنا يعني اضاءه بسيطه على موضوع عقود البيع إن شاء كيف الله. تنظيمها وكيف بتتم عمليه فسخها. نعم يعني احنا حقيقه يعني مهمتنا يعني هي هيك ناخذ شويه ثقافه قانونيه يعني ونفهم اكثر يعني هذه القوانين ونعرف شو قلنا وشو علينا. شكرا لك مرة ثانية أستاذ جمال عثمان وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.